الوقت الحالي البنات صعيب ليهم، حتى الأولاد مع الانترنت هدايا صعيب ليهم يلقاو زوج مناسب ولا طفلة مناسبة وتكون سيريوز وناوية تتزوج. في أغلب الأحيان كي يتزوجوا البنات يحبوا يتزوجوا دونك اوتوماتيكمون يقبلوا، هذيك اللي حبيت نجي ليها، اوتوماتيكمون يقبلوا بالخطبة، يخطبوهم ويقولوا لهم لا تقبلوا تتزوجوا تسكنوا مع العجوزة، كاينين يقبلوا ان شاء الله يكون ليهم يعني فرصة مليحة ما يروحوش يطلقوا من بعد، باسكو ديجا يكونوا في عائلة ويحبوا يخرجوا بالحرية وكل من زمان هذه كاينة من زمان. اما دوك اللي زانتيليكتويل اللي ماما الامهات اللي قراو يفهموا الاولاد، هما في حد ذاتهم الامهات يبغوا اولادهم يروحوا عليهم ياخذوا حوياتهم يطيروا بجناحتيهم.